جرى اتصال هاتفي يوم امس بين سعاده الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجيه ومعالي السيد سامح شكري وزير خارجيه جمهوريه مصر العربيه الشقيقه. تم خلاله بحث علاقات الاخوه الوطيده والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق المشترك تجاه كافه القضايا العربيه والاقليميه الراهنه. اضافه الى استعراض الجهود التي تبذل لتعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ التضامن بين الدول العربية لما يخدم مصالحها وأمنها القومي